بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على الجزء الثاني من الشابتر الرقم أربعة اللي هو خاص بمقياس الرسم نمرة واحد الفول ديفايدد سكيل إن أنا بقسم مقياس الرسم تقسيم كامل قد يكون التقسيم عشرة عشرين تلاتين وهكذا لغاية تمانين أو مية أو أيا كان لو افترضنا على سبيل المثال إن الواحد إنش هتتقسم الى 100 قسم ده زي بالظبط ما يستخدم في مقياس الرسم المدني او مقياس الرسم الهندسي المدني طيب سيفل انجينيرنج تيبيكال ديزاين لارج ثينكس ساتش از بيستخدم مقياس الرسم ل الكباري البريدجز الرود الطرق البيلدينج الشوبينج سنترز مراكز التسوق وهكذا بس بخلي بالي دايما ان في فرق كبير ما بين مقياس الرسم الرأسي ومقياس الرسم الافقي غالبا غالبا في الطرق بالذات بيبقى مقياس الرسم الرأسي ضعف مقياس الرسم الافقي يعني واحد الى خمسة وهنا بيبقى واحد الى عشرة عشان ابين الارتفاع في الارتفاع بس طيب المقياس الرسم المعماري بياخد مقياس رسم كبير ويبتدي يقسمه الى مسافات اصغر شويه واحنا اتفقنا ان مقياس الرسم المعماري بيعتمد على نسبه 3 على أربعة او 3 اربع الوحده وبعدين بنيجي عند الاستراكشر انجينيرنج الهندسه المدنيه تحت عنوان الاستراكشر او الانشاءات بيبقى فيه ارتباط كبير جداً ما بين المباني الانشائية والمعمارية يعني لما بنيجي نعمل لوح انشائي ولوح معماري فمقياس الرسم في الحالة دي لازم يكون موحد ما بين الاتنين وغالباً بنمشي بمقياس الرسم المعماري في الحالة ديت عشان الديتيلز بتاعته تظهر لو جينا مقياس الرسم ده التلاتة على أربعة ده الستيب الأولاني المعماري زي ما انتو شايفين احنا اتفقنا ان انا بقسم على تلات أرباع الوحدة فقط. لو جينا على تلات أرباع الوحدة دي وكبرناها كده شوية هتلاقيه برضو مقسمها ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكذا. المسافة دي تساوي تلات أرباع الوحدة الأساسية اللي انا بشتغل بيها.